يعني ايه مريض علاج الزامي يهرب من المستشفى؟ دي لو مدرسه ثانوي ما يحصلش فيها الكلام ده، فهموني ازاي ده حصل؟ احنا ما نعرفش يا دكتور هو هرب ازاي، وبعدين هنعرف وبعدين الاسره واحنا لسه هنعرف مين اللي مقصر؟ وبعدين ايه الحكايه؟ من شويه نمسك ممرض بيبيع مخدرات لمريض، ودلوقتي مريض الزامي يهرب؟ دي لو زريبه ما يحصلش فيها الكلام ده. طعم الامن ده كله بره المصحه من دلوقتي. احنا لازم نبلغ اهل مريض يا دكتور، احنا مش عارفين الولد اللي خرج ده راح فين ولا بيعمل ايه، ودي مسؤولية كبيرة، لازم نبلغ والده. يعني ايه الكلام ده؟ ده انا اخرب بيتكم واقفين الدكتور بتاعها دي، هو انا جايب ابني هنا عشان يتعالج ولا ايه يا رب منكم؟ وفي الاخر تقول لي مش عارفين عمل كده ازاي ولا راح فين؟ ايه ده يا استاذ كمال؟ ايه ده عشان نلاقي حل؟ حل؟ حل ايه؟ هو انت جايبني هنا عشان تلاقي حل ولا ترمي الموضوع في حجري وتخلي مسؤوليتك؟ انا ما قلتش كده. امال قلت ايه؟ انا ابني كده ضاع؟ هو انا جايبه هنا عشان يتعالج ولا يهرب منكم؟ ولا كنت فاكر انه يدخل المصحه؟ هي دي المصيبه، اتاري لسه اللي جاي اكتر. بقول لكم ايه؟ انتوا مسؤولين تلاقوه. احنا مش هنقعد هنا نرمي المسؤوليه على بعض يا استاذ. احنا عارفين إن المصحة مسؤولة عن هروب هاني، بس المصحة مش مسؤولة لوحدها، أهله كمان مسؤولين. تقدر تقولي حضرتك جيت له هنا كم مرة؟ ولما جيت له كنت بتتعامل معاه إزاي؟ لو المصحة هنا مسؤولة عن هروب هاني إيراد، فأنتم مسؤولين عن الباقي. بقولك إيه؟ أنا مش عايز أسمع الكلام اللي هيقدم ولا يأخر ده، أنا عايز ابني. وإحنا كمان عايزينه على فكرة، ويمكن أكتر منك، عشان كده بلغناك. هو أنتوا ما كنتوش عايزين تبلغوني؟ رامز طلب يشوفك يا فتحي، انا عايزك على قد ما تقدر تشجعه لان زيارتك دي هتفرق جدا معي. انا جبت له شويه كتب وملازم علشان الامتحانات قربت، ده تمام؟ اه تمام، تعال نشوف. وحالته ايه دلوقتي؟ حضرتك الحادثه مش هينه وفي كسور كتير في جسمه، بنحاول نطمن ان ما يكونش فيه اي نزيف داخلي، بس الموضوع هياخد شويه وقت. ليه؟ هو حصل له ايه؟ حصل له ايه؟ من ساعة جالنا اخبارين ان كان في شاب بيحاول يسرق محل مجوهرات في المرغني، والناس اللي في المحل طلعوا يجروا وراه وعربية خبطته واتنقل على هنا. حرامي ومدمن؟ وايه اللي بيحصل ده؟ بجد يا ملك؟ ايوه يا حسين، الظاهر ان رغبته في ان هو يخرج من هنا ويرجع لحياته تاني خليته يوصل للمرحلة دي. مبروك. بجد؟ يعني يقدر يخرج معانا خلاص؟ اه يقدر، يومين بس ثلاثة كده يقعد فيهم تحت الملاحظة وبعد كده إن شاء الله يخرج. بس أنا بس عايز أقول لكم حاجة، في حاجة أهم من التحاليل وأهم من قعدته في المصحة هنا وأهم من أي حاجة. حاجة إيه؟ مش معنى إن هو خرج من هنا إن الموضوع خلص خلاص، مش معنى إن المخدر خرج من جسمه إن هو مفيش أي احتمال إن هو يرجع ينتكس تاني. لا لا، إن شاء الله يا رب ما يحصلش. لازم نحرص كويس وناخد بالنا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.